السلام عليكم، ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا في احسن حال ان شاء الله. النهارده الفيديو بتاعنا هيكون فيديو لسيده حياتها كده وروتينها ان شاء الله. كلنا الفيديو بتاع النهارده هيعجبكم، لان حياتها وروتينها بجد مختلفين شويه، فيهم افكار حلوه جدا جدا هتعجبنا. كمان هي ام البيبي صغير، هتورينا كمان مدى تنظيمها وترتيبها للبيبي بتاعها هيكون ازاي. بجد فيديو النهارده هيعجبكم جدا جدا. بس طبعا حابه اقول لكم، لو انتم اول مره بتشوفوا القناه عندي من خلال الفيديو دوت، يا ريت تنوروا عيلتي الكبيره وتشتركوا في القناه وتفعلوا زرار الجرس على الكل علشان يوصلكوا كل جديد مني. وفضلا منكم حطوا اللايك للفيديو، ومستنيه طبعا كومنتاتكم الجميله الحلوه اللي زيكم ولايكاتكم الاحلى، يا احلى واغلى اخوات في الدنيا. طبعا انتم كلكم شفتوا دلوقتي حاليا ترتيبها او تنظيمها لاوضتها عامله ازاي، ما شاء الله عليها، غرفتها تحفة تحفة تحفة. طبعا هي بعد ما رتبتها ونظمتها ده شكلها كده، بجد شكلها حلو، شكلها شيك جدا، شكلها يفتح النفس. طبعا كلنا عارفين قطعة القماش الجميلة اللي هي بتبقى ذكور اللي بتتحط في كل حتة، هي هنا شالتها من على السرير وبتوريكوا شكل السرير من غيرها عامل ازاي. بجد فرقت جدا. طبعا هي وريتهولكوا الستايل من غيرها خالص، هي كسرت اللون شوية باللون الكشمير، بس بجد عمل شغل تاني خالص. طبعا هي بالفرو جبتها لكم كتير في اكتر من فيديوهات. هنا كمان كانت جايبة طقم اللي هو كراسي للمطبخ بتاعها، لان طبعا المطبخ بتاعها امريكاني، فهتوريكم دلوقتي الكراسي دي وهتوريكم ده نظام تركيبها. يعني هم عندهم هناك، هي السيدة دي أجنبية، فزي ما انتوا شايفين هم عندهم هناك يعني الحاجة بيجيبوها بتبقى جاهزة يدوبك بس على التركيب. زي ما انتوا شفتوا ركبتها على طول، وبعد كده هتبتدي ان هي هترصصها. وهي كمان هتوريكو المطبخ بتاعها، ده شكل المطبخ. وكمان هتعقم دلوقتي معاكو الرخامة بتاعت المطبخ وكمان الكراسي، نشوف حاجات حلوة جدا جدا عندها. ان شاء الله فيديو النهاردة هيعجبكم بجد، لاني انا واثقة ان انتوا بتحبوا الفيديوهات الجميلة دي. طبعا زي ما انتوا شفتوا عقمة الرخامة، وكمان كانت جايبة فواكه تفاح اخضر زي ما انتوا شايفين، غسلته غسل حلوة وعقمته. كمان هنا الكراسي الجديدة كمان اللي هي جابتها عقمتها، كمان عقمت الفوط بتاعتها زي ما انتوا شايفين. بعد ما خلصت، بعد ما بتخلص خالص بتولع الشمع، العيدان الجميل ده يعني برضو بيدي روح كده للبيت، وكمان هي بتحس بالنظافة، كلنا طبعا بنحب كده. ده شكل المطبخ بتاعها. انا كمان بتغير الركن بتاع الكوفي والشاي وكده. طبعا زي ما انتم شايفين هي حطت القهوة، وبعد كده حطت السكر بشكل جديد او في حاجة جديدة كده. هنا بقى كمان كمان المجات اللي هم بيشربوا فيها حضرتها. طبعا وهي بتشتغل كده بتقول بعمل القهوة بتاعتي، طبعا دي قهوة باللبن. فزي ما انتم شايفين بقى يعني لازم كده الواحد برضو بيكون شغال وبيكون في تلقائية كده ان هو يشجع نفسه ولو يكون ولو بحاجة بسيطة. هنا طبعا بقى كمان كانت بتحضر الركن كمان بتاع الشوكولاتة، وكمان يعني عملت ركن تاني للزيوت بتاعتها والخل زي ما انتم شايفين. هنا ده شكل تاني ليها برضو. هنا طبعا دوت بعد ما خلصت خالص بتعمل لكم برضو او بتوريكم هي برضو عملت كوباية قهوة او نسكافيه. طبعا ده مارشميلو، طبعا بيحلاش القهوة والكلام ده اللي غير بالشوكولاتة يا جماعة، يعني بتخلي كده في عندك مزاج والله، وبتديكي باور وبتعرفي تشتغلي في البيت. هنا بقى كانت بتعمل الحمام بتاعها كمان، زي ما قلتلكوا هي ام البيبي صغنون كده، فزي ما انتوا شايفين مقعداه يعني بتعمل الحاجه فمقعداه معاها، ده الطبيعي كلنا بنعمل كده والله. ربنا يا رب يخليهولها ويبارك فيه يا رب. طبعا كانت بتغير برده ديكورات. هنا ده شكل الحمام بعد ما خلصته. عندها كمان غرفه للغسيل، هتوريكوا هي عملت فيها ايه. هي هنا جابت المنظمات الحلوة دي وحطت في المنظمات دي. طبعا الصابون ده بتبقى حبيبات صغيرة كده من المعطر، وفي منها كمان حبيبات صغيرة من الصابون. وهنا كمان عملت المشابك في المنظم، وكمان المسحوق العادي او المسحوق بتاعها اللي بتستعمله اقصد يعني.
وده صابون. عايزه اقول لكم ان انا كنت نزلت لكم فيديو قبل كده قريب من دوت، فما كنتش عارفه الصابون اللي هو الابيض ده، فكلكم كنت كتبتولي في الكومنتات ان دي بيبقى صابون، فبتشكركم كل قلبي حبايب قلبي، لان بجد لما بكون مش عارفه حاجه وفي غيري عارفها فبتفيدوني كتير وبتقولولي، فانا بتشكركم من كل قلبي بجد والله. عندها شكل بقى بعد ما خلصت خالص، هنا بقى بتوريكوا تحضيرها لشنطة البيبي بتاعها. بتوريكوا الشنطة دي الأول، إن هي شنطة جميلة جدا، تنفع للخروجات، وبتبقى واخداها معاها كمان وحاطة فيها كل حاجة للبيبي بتاعها. بتقول كمان إن الشنطة دي ان هي بتتلبس يعني على شكلين، زي ما انتوا شايفين ممكن تمسكيها بالايد كده، ومرة تانية ممكن تمسكيها كمان على الكتف او تشيليها على كتفك على حسب ما يريحك. اول حاجة فتحت لك السوستة اللي قدام دي، بتبقى اخدة في السوستة اللي قدام دي حاجات المأكولات لي، يعني زي ما انتوا شايفين اخدة العلبة اللي فيها المعلقة والشوكة، واخدة الببرونة اللي فيها المية، واخدة كمان علبة العسل. هنا بقى الشنطة من جوه بتقول ان هي اول حاجة من تحت خالص بتحط فيها البامبرز بتاعه، وبتحط فيه كمان الهدوم او مثلا يعني حاجات بتستخدمها لي، وهتشوفوا كل ده طبعا في الاول كده. من فوق بتحط البرتوفيه بتاعها علشان خاطر يكون قريب منها او تعرف تاخد منه الحاجة اللي هي عايزة. هنا زي ما انتوا شايفين حطت في الارضية خالص البامبرز، وهتوريكوا برضو ليه هي حطته فوق كده. من الجنب حطت المناديل فوق الوش كده، بتقول لازم اخد له معايا غيار او هدوم يكون معايا في الشنطة علشان خاطر يعني الامر مش بيكون بتستغنى عنه خالص. طبعا هنا اخدت فوطة برضو لي. وبعد كده بتوريكم ان ممكن يعني تقفل الحتة دي علشان خاطر يعني ايه اللي هو مفيش حاجة تقع من الشنطة يعني. طبعا حطت الالعاب او الحاجات اللي هي بتلعبوا بيها علشان خاطر برضو كل ده بينفعها وهي خارجة. هنا كده بتوريكم شكل الشنطة. بعد كده بقى حطت الببرونة اللي هي بتاعة اللبن، وحطت الترمس برضو بتكون محضرة فيه لبن علشان خاطر يكون جاهز معاها. هنا بتوريكم الشنطة من الجناب عاملة ازاي، ده شكلها كده بيبقى فيها سوستة تانية، ممكن تحطي اي حاجة من هنا. بجد الشنطة عجبتني جدا جدا، حسيتها ان هي عملية. عايزة اقول لكم الشنطة دي يعني موجودة ومتداولة وهي من زمان، بس جميلة جدا. بصوا بقى بتوريكم هنا بقى السوستة اللي تحت دي نظامها عشان كده، يعني تفتح سوستة من تحت بدل ما تفتح من فوق وتخرج كل اللي هي حطته بالتدريج من فوق، لأ السوستة دي بتخليها توصل للبامبرز بتاعها بكل سهولة. يعني لو انتي عندك بيبي او مثلا حامل، انصحك انك انت تجيبي الشنطه دي، لاني طبعا انت شفتي كل حاجه اهو قدامك، فبجد حلوه جدا هتنفعك لحاجات كتيره جدا. ممكن بقى كمان بعد كده يعني لما البيبي يكبر او كده ممكن تحطي فيها حاجات برضو بتاعه البيبي وتعينيها له فيها، يعني على كل الاحوال هتنفعك. ما شاء الله الماتيريال بتاعها حلو جدا جدا، خامتها فوق الروعه، يعني زي ما انتوا شايفين بتوريكم من فوق اهي الحاجة اللي هي عايزة تجيبها من فوق هتبقى قريبة من ايديها. هنا بتوريكم ده شكلها من قدام اهو، كمان ليها مكبس كده بيتقفل على الايدتين زي ما انتوا شايفين. بتوريكم كمان الايدتين اللي من ورا ممكن تشيليها زي نظام الشنطة اللي هي على الكتف عادي، وممكن تشيليها عادي برضو زي ما تحبي يعني، او اللي يريحك هتقدري تشيليها، سواء انت بقى شايلة البيبي على ايدك او مثلا مدياه لحد شايله او كده، ففي تلك الحالات الشنطه بتريح يعني زي ما انتم شايفين كده. بس كده هي كانت عامله لكم كده نظام الشنطه بتاعتها. هنا بقى بتعمل لكم جوله سريعه في الانتري بتاعها، ده شكل الانتري بتاعها او لتنظيم الانتري بتاعها. طبعا حطت فازه على البف، او البف ده عاملاه زي نظام ترابيزه كابوتينيه، زي ما انتم شايفين حطت فيها الزهور الجميله دي. وبعد كده هتوريكم بقى تعمل لكم جوله فيه. هنا برضو حطت زي نظام كيس كبير كده وشمعدان، ديكورات يعني هي بتحطها فيه. بتوريكم يعني تنظيمها ازاي او ترتيبها ازاي للانتري بتاعها.
اول الركنة بتاعتها ده شكلها كده اهو. هنا على فكرة عايزة اقول لكم كانت برضو غيرت الترابيزة اللي هي الكابوتينيت دي، وهتوريكم برضو شكل ترابيزة تانية. هنا بتوريكم شكل النجفة، بجد النجفة بتاعتها ما شاء الله عليها حلوة جدا جدا جدا، هي كلها طبعا كريستال. شكل الترابيزة اهي بعد ما غيرتها، بتوريكم بقى النجفة بتنورها نور اصفر ونور ابيض، وكانت غيرت شكل الترابيزة، جابتها ترابيزة عادية وشالت اللي هي البف دي، طبعا عندها دفاية هنا. ده كان شكلها كده بس كده يا حبايب قلبي. ده كان الفيديو بتاعي النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، ويكون السيده اللي كانت معانا تكون عجبتكم. اسيبكم في رعايه الله وحفظه، واشوفكم.